صبحكم الله بالخير إخواني الأعزاء ومتابعين الكرام، وجمعتكم مباركة بقرب شهر رمضان الكريم. أستمر أني وياكم في القصص التي تخدم صحتكم وتساعدكم في التخلص بالتحديد من المشاكل الصحية العامة في جسمكم ومشاكل العمود الفقري بصورة خاصة. يعني احنا مؤمنين علميا على طرح النتائج بما هي، لا زيادة ولا نقصان. نحاول نحافظ على علمية القصة حتى الفائدة مالتها تكون مباركة من رب العالمين. احنا عندنا بكل عمل نعمله حتى لو كل شيء كان مضبوط يبقى التطبيق. التطبيق اذا ما صار مضبوط احنا اكيد ما راح نحصل على النجاح حتى لو احنا مفتهمين السؤال. جاك سؤال بالرياضيات، انت افتهمت السؤال بس الوقت خلص، ما قدرت تطبق الحل مالته، اذا ما راح تنجح. يعني بمعنى آخر، لأي سبب من الأسباب إذا ما تطبق البرنامج ما راح تنجح. ممكن تكون فاهمة، ممكن تكون العناصر الأخرى كلها مضبوطة، لكن إذا ما تنتبه على أنه التطبيق لازم يكون دقيق، هنا الجودة والنوعية تلعب دور. إحنا عندنا كل 10 مراجعين منهم 2 أو 3 يقول لك ما فادتني. يعني نسبة ننطيها بين 25 إلى 30%، هي بها عدة عوامل. فأني كل 10 كل 20 قصة راح أحكيكم فد قصتين إلى 4 قصص تخص الحالات اللي إحنا مدى نقدر ننجح بيها. ليش؟ حتى نستفاد ونتعلم. وأني قررت هذا القرار لأن هسه دا ألتقي بشخص خطية بين فترة وفترة أروح له يقول لي ظهري يوجعني، هو صديق قديم. المهم عندك انت اهم مسببات المشاكل مال الظهر تكمن اولا في التدخين، 2 تكمن في شرب الكحول، 3 في التغذية السيئة، 4 في عدم شرب المياه، 5 عدم مزاولة الرياضة، 6 عندك واللي اهم عدم النوم كفاية. يعني جسم الإنسان من خلال اليوم ومن خلال الحركة ومن خلال العمل راح تصير به تهديمات بالخلايا. الخلايا لازم أنت تنام نومة زينة حتى الخلايا تعيد شفاها. حتى إذا أنت نمت نومة زينة لكن أنت ما عندك تغذية العناصر المهمة هم ما راح تستفاد منها. فاليوم القصة إنه ليش الإدمان على الكحول يسبب لك مشاكل بالعمود الفقري وبالأحرى بالعضلات، لأن 95% من مشاكل العمود الفقري أو آلام الظهر تيجي من العضلات والرباطات مال العمود الفقري. أجاني شخص أسمراني شوية ويا زوجته، مبين عليها زوجته خطية حيل متضايقة من الوضع. يا بشنو؟ قالت لي والله زوجي لدي يقدر يشتغل، لدي يقدر كذا، ظهره يوجع، ما ادري شنو. المهم تعال بابا احكي لنا شنو القصه. اني جسيت نبض انه هذا الولد يمكن مدمن على الكحول، فسالته قلت له ابني انت تشرب كحول؟ قال والله دكتور اني بالنسبه لي اذا ما اشرب يوميه نص بطل ويسكي ما اقدر انام. انتبهوا اخوان، نص بطل ويسكي يعني حتى الحصان يكتلة. فانتبهوا إلى هاي الحالة. زين ابني انت تدخن؟ نعم والله دكتور أنا أخذ باليوم 4 إلى 5 نراجيل. زين هذا إذا يأخذ 4 إلى 5 نرجيلات باليوم، كل نرجيلة فت ساعة، يعني هاي 5 ساعات هو بس جاي يسحب ثاني أكسيد الكربون ومدمر نفسه. فمن ينخبط الويسكي نص بطل الويسكي ويا 4-5 نرجيلات، هذا الجسم راح يفقد كل السوائل الموجودة به، وبنفس الوقت
الكحول يخليك تطرد الكالسيوم من الجسم اللي هو يلعب دور كبير في نقل الإعازات العصبية من الدماغ إلى العضلة ومن العضلة إلى الدماغ. فأنت إذا صفرت كالسيوم وصفرت مي بسبب شرب الكحول بهالكميات الكبيرة، ها أنت إيش راح يصير بيك؟ راح تتدمر. حتى إذا نمت إيش قد راح تنام؟ ما راح تقدر، ما جسمك ما يعيد شفاء. هاي السموم اللي ده تأخذها أنت لازم الكبد يروح يغيرها على مود لا تكون سامة عليك. فانتبهوا أخوان، أنا قلت له بالحرف الواحد، إذا ما تترك المشروب وإذا ما تتوقف عن النرجيلة بهالكميات الكبيرة، حاول تقللها شوية شوية، بس القرار يعود إليك أنت، تقرر ما حد يقول لك. إذا ما تترك المشروب وتترك النرجيلة عمرك ما راح تستعدل. ليش؟ العضلة انشدت بعد، ما تفتح بعد، لقلة الأكسجين، لقلة المي بالجسم، لعدم وجود الكالسيوم. يعني هاي كلها أشياء أنت لازم تعرفها. فأنا إذا تجيني يومية شارب لك نص بطل ويسكي ويومية 4 إلى 5 نراجيل، يعني تغذيتك مبينة مو صحية، مبين عليك هزيل، وجهك أصفر، هذا ما راح أقدر أفيدك أني. فأني أحاول بخلال جلستين إلى 3 جلسات إلى 4 جلسات أفهم الشخص، هل هذا أقدر أساعده؟ هل ما أقدر أساعده؟ أني ما أقدر أخذ أكثر من 3 إلى 4 جلسات وما أعرف هذا الشخص شنو العلة مالته. فأضطر أقول له أخي إذا ما تبطل ترى إحنا ما راح ننجح وياك، حتى لو إحنا شخصنا الخلل، عرفنا وين المشكلة، بس أكو مسببات أخرى جاي تعرقل وظيفة العمود الفقري. فأرجو أخواني أن تفهمون أنه ما نقدر نتخلص من آلام الظهر في هذه الحالة بوجود أو بشرب نص بطل ويسكي يوميا و4 إلى 5 نراجيل يوميا. فانتبهوا على هاي الحالة، فنضطر إحنا نعتذر منه. الرجل والله بالنهاية كان افتهم الحالة، دا يقول لك والله العظيم أنا صحيح أحس هذا دا يأثر عليه، بس أنا ما دا أقدر أتخلص منه. ما تقدر تتخلص منه، لا عاد اعذرني يعني بعد ما راح أجيب البرنامج، لأن هذا البرنامج واضح ويوضح لك إذا أنت راح تنجح وإذا ما تنجح. فخلونا نستفاد من هاي الحالة. أنا أقول لك شغلة واحدة، قرار الشرب خصوصا الإدمان على الكحول والإدمان على النرجيلة، هذا قرار يعود إليك أنت، تقرر أنا بعد ما أريد لا أشرب هذا ولا أشرب هذا، وأحافظ على تغذية الصحية. الله يكون بعون هذول اللي يدمنون، لأن خطية هذا يكون تأثيرات أكثر عليه ما دا يقدر يتخلص منها، لكن نتمنى من الله أن يستفادون من هذا ويقررون، حتى مو من أجلك، من أجل زوجتك، من أجل أطفالك، من أجل عائلتك، من أجل المجتمع، حتى أنت ترجع تصير إنسان متوازن. إخوان إحنا فاهمين الشرب غلط، ترى بأوروبا إحنا كنا من طلعنا بدينا نفهم إنه هذول نظرتهم للشرب تختلف عن نظرتنا. يعني الشرب هناك عندهم الواين يشربوه غلاس واحد ويا الأكل، يقولون هم هذا بيدم المسيح يقدسوه، مثل ما إحنا نشرب هنا بالغداء لبن أو مي. إحنا هنا كلنا نشرب على معدة فارغة ونشرب نص بطل، يعني هاي جريمة بحق الجسم. فأرجو أن تنتبهون عليها وتحاولون تتخلصون منها. وإذا عندكم واحد عنده هاي المشكلة سووا له تاج خطية، عسى ولعل يقدر يستفاد من المعلومة اللي إحنا جاي نقدمها، وهماتين يقدر يطور نفسه. فتقبلوا تحياتي وفائق احترامي وتقديري وتمنياتي لكم برمضان كريم، وإن شاء الله هاي مناسبة جيدة أن تحاولون برمضان الكريم تسيطرون عليها. أخوكم عدنان السمرمد، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University.